طهران الخبير في الشؤون الاستراتيجية صالح القزويني، ومن واشنطن المحلل السياسي عماد عبد الهادي. مرحبا بكما معنا في برنامج اسأل أكثر. لو أبدأ معك أستاذ عماد عبد الهادي في واشنطن، يعني إلى أي مدى برأيك تستغل إيران العقوبات الأمريكية الحالية وتستغل معاناة إيران من فيروس كورونا من أجل أن تجبر إيران على الإذعان؟ أستبعد أنها تسعى عن عمد الاستغلال هذا الظرف الإنساني الصعب، خاصة وأن الولايات المتحدة من بين دول عديدة في العالم تعاني من نفس الأزمة، ولكن ربما الأصح أن نقول أنها تتقاعس عن مد يد العون لإيران. وإن كان الرئيس ترامب قد عرض في بداية الأزمة قبل أن تستفحل في الولايات المتحدة أن يمد العون لإيران، ولكن يبدو أن هذا سقط على أذان صماء في طهران، وإيران ما زالت مصرة أن أفضل طريقة بالنسبة لها هي رفع العقوبات. ولكن هناك أيضا تعاطف من المجتمع الدولي مع إيران. رأينا كيف قدم الاتحاد الأوروبي 5 مليون دولار أو يورو معونة لإيران لمحاربة الفيروس حتى قبل أن تفيق أوروبا بسماتها وتنتبه إلى خطورة وسرعة انتشار الفيروس. لكن هناك دول أخرى كما ذكرتم، الكويت والإمارات والصين تحديدا، التي بعثت ملايين عدة ملايين من أدوات الاختبار إلى إيران. حتى الآن لا أحد يعرف تماما عن سبب انتشار الفيروس بهذه السرعة في إيران، ولكن هناك عامل آخر لا يجب أن نغفله أستاذ كمال، وهو أن إيران كما الصين تتبنى نظرية المؤامرة وتشير بأصابع الاتهام إلى أن الولايات المتحدة هي منشأ هذا الفيروس، وبالأحرى إيران تقول الرسمية والإعلامية أن الولايات المتحدة تشن حربا بيولوجية على إيران. طيب، على كل حال المسألة لم تعد تتعلق بإيران، الفيروس انتشر في دول كثيرة من بينها دول أوروبية الآن وأنت تعرف ذلك، لكن أستاذ صالح القزويني، إلى أي مدى تعرقل العقوبات الأمريكية حصول إيران على المساعدات؟ والضيف يقول لك إيران استقبلت مساعدات من الصين، من أوروبا، من دول الخليج المختلفة، من دول كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لا أبالغ، أولا دعني أحييك أخي الكريم أستاذ كمال وأحيي ضيفك الأستاذ عماد. مرحبا. أنا لا أبالغ إذا قلت أن كبار المسؤولين الأمريكيين مصابون بالسادية، مرض السادية هو الذي يدفع المريض بهذا المرض إلى أن ينتشي وأن يفرح وأن يسر عندما يرى أن ضحيته تتألم تعاني من شدة سواء كان التعذيب الذي مارسه هذا المريض أو غيره. في الواقع عندما نرى أن الرئيس الأمريكي يقف منتشيا ويقول أن العقوبات على إيران بدأت تؤثر أكثر من أي مضى على إيران، وكذلك الحال وزير خارجيته بومبيو عندما يقول نفس الكلام، عندما يقول أن هذه العقوبات بدأت تشعر وبدأت تؤلم الشعب الإيراني وإيران بشكل عام، هذا على ماذا يدل؟ هذا يدل على أن هذين الشخصين وكبار المسؤولين الإيرانيين مصابون بالسادية. لولا ذلك لتألموا، لولا ذلك لتراجعوا عن موقفهم، لولا ذلك لا عاد النظر في موقفهم من الجمهور الإسلامي من هذا الشعب. يا أستاذ صالح القزويني، الحقيقة ونحن هنا نقول الحق، الإدارة الأمريكية ترامب عرض المساعدة على إيران، إيران رفضت وقالت له كفاك نفاقا. في الحقيقة أخي الكريم كمال، إيران لا تريد الفتات أن يرميها إليها الرئيس الأمريكي أو بومبيو. الحقيقة أنه المشكلة هي إذا رجعنا إلى المشكلة وإذا بحثنا عن جذور المشكلة، المشكلة هي أنه عندما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حصارا خانقا على إيران، إيران
لم تجد أمامها سوى الصين وبعض الدول وبينها روسيا. لجأت إلى الصين لأن الصين فتحت أبوابها لإيران وبدأت هناك العلاقات والتبادل التجاري والاقتصادي بين إيران والصين. هذا هو السبب الرئيسي في انتقال هذا الفيروس إلى إيران. يعني عندما الولايات المتحدة أغلقت كافة الأبواب على إيران، إيران اتجهت إلى الصين، قوت علاقاتها مع الصين، عند ذلك كان هذا السبب الرئيسي في انتقال هذا المرض إلى إيران، وإلا أين إيران وأين الصين؟ من هنا لذلك أقول أنه الولايات المتحدة هي التي تتحمل كامل المسؤولية عن هذا عن تفشي هذا المرض وعن معاناة الإيرانيين. وإذا كانت لديها ذرة من الإنسانية، إذا كان لدى المسؤولين الأمريكيين ذرة من الإنسانية لرفع العقوبات. السبيل الوحيد ليس بأن ترمي الولايات المتحدة شتات ما تريده إلى الشعب الإيراني وأن تقول لا هو ليس فتات، لكن سوف أعود لك لنستوضح أكثر. أستاذ عماد عبد الهادي، هل الأمر بهذا المعنى؟ تريد الولايات المتحدة أن ترمي الفتات على الإيرانيين ولا تريد رفع العقوبات عنهم بما يسمح لهم بمواجهة هذه الجائحة التي تجتاح العالم، وإيران من بين الدول الأكثر معاناة من هذا الفيروس؟ يا أستاذ كمال، ضع نفسك موضع أي مسؤول إيراني، هذه قضية لا تحتاج إلى تسييس، وأعتقد أن تصريحات الرئيس ترامب كانت تجاوزا لتسييس القضية، لأن المسألة تعني الجنس الإنساني كله وبأكمله دون نقصان أو زيادة. هذه النقطة. النقطة الثانية، موقف إيراني هو الذي سيس القضية، هذا نوع من التقبل. إذا كانت إيران حريصة بالفعل على شعبها، يجب أن تتقبل أي مساعدة من أي بلد كان بصرف النظر عما كان وراء هذا. الصين على سبيل المثال للحصر قدمت 2 ملايين من أدوات الكشف عن الفيروس. الصين لإحساسها بالذنب، وأنا لا أقلل من هذه المساعدة التي بعثتها إلى إيران، وأحيي إيران على أنها قبلتها. ضيفك الكريم قال قبل قليل أن الصين والعلاقات الوطيدة بين البلدين هي السبب في انتقال الفيروس وانتشاره بهذه السرعة في إيران. النقطة الأخرى الهامة، لا نغفل أن الصين أيضا وراء تحركاتها نوع من حملة للعلاقات العامة حول العالم، لأنها تشعر بالذنب أن سبب ومنشأ الأزمة الحالية، وهذا هو نفسه أيضا ما قامت به مع إيطاليا وما قامت به مع مصر. تحاول أن تحسن صورتها، ولكن هل يجب على مصر أن تقول لا متشكرين لا نريد مساعداتكم، أو على إيطاليا التي تفتقد إلى المساعدة الأوروبية؟ تقبلت إيطاليا كل هذا، وهناك علاقات قوية بين البلدين. إذن نحن لسنا في موضع أن نتخذ مواقف سياسية عنترية تضرني بمصالحنا أولا وقبل كل شيء. طيب، لكن أستاذ صالح القزويني، أنت تقول بأن الولايات المتحدة أو أن إيران ترفض أي فتات أمريكي، لماذا لا تقول بأن إيران استقبلت مساعدات من دول كثيرة، والولايات المتحدة دولة من هذه الدول، وهذا يتعلق بمرضى وبجانب إنساني، لماذا لا يتم قبول هذه المساعدات كما قبلت من دول أخرى؟ أخي الكريم، عندما توافق إيران على قبول المساعدات من الصين ومن الكويت ومن عدة دول ومن الإمارات التي يمكن أن تختلف معها في العديد من المواقف، وخاصة فيما يتعلق باليمن وغير ذلك من البلدان، ولكن رحبت بالمساعدات الإماراتية، إذن إيران ليست لديها مشكلة في أن تتقبل المساعدات. إيران عندما تتقبل هذه المساعدات دليل أنها ليست لديها مشكلة. المشكلة أنه ما سيتبع هذه المساعدات الأمريكية، المشكلة هي أنه ما الذي تريده من هذه المساعدات الولايات المتحدة الأمريكية وبالذات ترامب. المشكلة أنه أن الولايات المتحدة لو لم تفرض هذه الشروط التعجيزية، هذا الحصار الخانق على إيران، لما كانت تعاني اليوم إيران بهذا الشكل من المعاناة. اليوم إذا كنت أنت في إيران سوف ترى أنه
التأثير المباشر لهذا المرض ولهذه المعاناة على عموم الشعب الإيراني، الشعب الإيراني الذي من المفترض أن يكون هذه الأيام يغزو الشوارع ويذهب إلى المتاجر ويتسوق من أجل احتفال بعيد نوروز، نرى أن هذا الشعب المغلوب على أمره يضطر إلى الجلوس في البيوت. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض هذا الحصار الخانق. لذلك كما تفضلت أخي الكريم، إيران ليست لديها مشكلة في التقبل، وأنا أختلف مع ضيفك عندما قال حولت القضية إلى قضية طيب سياسية. طيب أنا أريدك أن توضح مشكلة. أستاذ صالح القزويني، أريدك أن توضح للمشاهد ما هي أوجه تأثير العقوبات في مجال مكافحة الفيروس، كيف تؤثر العقوبات على مكافحة الفيروس؟ في مقدمة هذه الأوجه هي أنه إيران ليست لديها، لم تحصل على يعني قضية التبادل، تبادل التجاري خاصة مع الشركات العالمية، مع الشركات التي تعمل في هذا المجال، الشركات الأوروبية المتطورة خاصة تمتنع عن التعاون مع إيران، تمتنع عن تزويد إيران بالوقايات، بكل هذه الأجهزة الطبية وغير ذلك، وربما اللقاح. أعتقد أنه هذه الشركات تمتنع عن التعاون مع إيران لأنها تخشى العقوبات الأمريكية. رأيتم كيف أن الكثير من وزراء خارجية الدول الأوروبية يتصلون بظريف، يتصلون مع المسؤولين الإيرانيين، ولكن للأسف الشديد لا يمكن أن يفعلون شيئا. لماذا؟ لأنهم يخشون العقوبات الأمريكية، وبالتالي هذا منع هذا التواصل، منع استقبال التقنيات الحديثية، التقنيات الطبية الحديثية، هذا بالتأكيد يؤثر على 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 محاولات إيران في محاصرة هذا المرض والقضاء على هذا المرض. رغم ذلك إيران لم تقف مكتوفة الأيدي، وزارة الصحة الإيرانية وحتى القوات المسلحة الإيرانية بدأت تشارك بشكل مكثف في عمليات الوقاية. اليوم السبيل الوحيد الذي تستخدمه إيران، أو السبيل الأكثر في مواجهة هذا الخطر، هو قضية الوقاية من المرض. الوقاية وعلى فكرة قضية الجيوش في دول كثيرة، القوات المسلحة في دول كثيرة أستاذ صالح القزويني بدأت تشارك وتساهم في عمليات المكافحة وفي إخلاء الشوارع وإجبار المحلات على الإغلاق والالتزام بالحظر وإلى غير ذلك. لكن أستاذ عماد عبد الهادي، يعني ألا يمكن للولايات المتحدة أن تعلق ولو لشهر أو لشهرين أو لثلاثة أشهر العقوبات على المنتجات الطبية الموجهة لمكافحة الفيروس؟ هل يمكن، ما الذي يمنع الولايات المتحدة أن تجعل استثناء في هذا الظرف لإيران، أن يسمح لها بتوريد المعدات بما يمكنها من مكافحة هذا الفيروس؟ تذكير للسادة المشاهدين ولضيفك الكريم، قلت في البداية أن الاتحاد الأوروبي قدم معونات تقدر بخمسة ملايين يورو لإيران لمكافحة الفيروس، وهذا ينفي حقيقة أن أوروبا المتعاطفة مع إيران والتي رفضت الانسحاب من الاتفاق النووي حتى الآن لا تخشى الولايات المتحدة في هذا الصدد. وهناك أيضا آلية تم تفعيلها تعرف بإنستكس تسهل توصيل المواد الغذائية وحاجات الإنسانية الطبية بالدرجة الأولى لإيران، وفي هذه اللحظة تحديدا يمكن تفعيل هذه الآلية لتوصيل كل ما تحتاجه إيران في هذه الأزمة. النقطة الثانية الهامة التي لا يجب أن تغيب عن أحد، هذه أزمة عالمية تأخذ بخناق كل دول العالم، ورأينا كيف بلد مثل إيطاليا ليس لديها عقوبات ولا تعاني من أي شيء تكابد الأمرين لمحاربة الفيروس، ورأينا كيف فرنسا تغلق حدودها ودول أوروبية أخرى، بل أعلنت حظر التجول. حتى الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال لديها استراتيجية متخبطة، لديها نقص حاد في مواد الوقاية، ولديها نقص حاد في الكمامات، ولديها نقص حاد في أدوات الكشف. كل هذا يا عزيزي يشكل أزمة حقيقية، إيران ليست وحدها، وكل دولة الآن للأسف الشديد هذا واقع مؤلم
تحاول أن تحافظ على مصالحها في المقام الأول وتحمي مواطنيها التي هي مسؤولة أمامهم خاصة في الدول الديمقراطية. فالمسألة ليست تقاعسا من الولايات المتحدة. لو أن إيران أبدت أي بادرة حسن نية لاستقبال هذه الدعوة التي قالها ترامب أو حتى على سبيل اختبار حقيقة نواياه لكان الأمر مختلفا، لكن إيران تصر على تسييس المسألة. وأنا حقا أريد أن أسأل الضيف الكريم كيف هذه المعاناة التي تحدث عنها للشعب الإيراني ومئات القتلى حتى الآن وآلاف المصابين، كيف لا تتنازل إيران حتى لو استدعى الأمر تنازل وليس فيه تنازلا، أن تتنازل وتستجيب لمثل هذه الدعوة من الولايات المتحدة؟ سمعت إلى ذلك يا أستاذ صالح القزويني، قال لو أبدت إيران حسن نية وقالت نحن نرحب بمساعدة من أي طرف من أجل مواجهة هذا الفيروس وهذا يتعلق بجانب طبي إنساني، لكن إيران أجابت التصريح الأمريكي بالاستعداد للمساعدة بشيء من العنترية وقالوا له كفاك نفاقا ونحن لا نحتاجك وا 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 وا، ثم بعد ذلك يتباكون ويقولون نحن في حصار والولايات المتحدة لا تنظر لنا بعين الإنسانية. إذا أخي الكريم، إذا كان ضيفك مصر على أنه إيران تتعامل بعنترية وتتعامل بتسييس القضية، فماذا يقول عن التقرير الذي أصدرته منظمة Human Rights Watch؟ منظمة Human Rights أصدرت مؤخرا، ربما اليوم أو أمس، أصدرت تقريرا تؤكد فيها أن العقوبات الأمريكية، الحظر الأمريكي هو الذي يلعب دورا رئيسيا في معاناة الإيرانيين في ويقلل من مساعي إيران في محاصرة ومحاولاتها من أجل محاصرة هذا الفيروس. هذا التقرير هل أيضا إيران أصدرته؟ هل إيران هي التي دفعت Human Rights Watch وهي منظمة دولية أن تقول هذا الكلام، أم أنه هم الذين أعلنوا ذلك وأكدوا أن العقوبات الأمريكية تلعب دورا رئيسيا مباشرا في معاناة الإيرانيين؟ صدقني أخي كمال وكذلك ضيفك عماد، لو أن إيران أعلنت أنها تتقبل المساعدات الأمريكية أو أعلنت أنها سوف تغض نظرها عن السياسة الأمريكية، لوضعت الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية ألف شرط من أجل تقديم هذه المساعدة. طيب قال لك شيء آخر أستاذ صالح، هو قال لك شيئا آخر. نعم. قال هناك ما يسمى بآلية إنستكس بين إيران والاتحاد أو الدول الأوروبية المعروفة، الدول الخمسة، لتزويد إيران بالمواد الغذائية والأدوية. هل يمكن برأيك، ما الذي يمنع من تفعيل هذه الآلية لتزويد إيران بما تحتاجه من الدول الأوروبية في هذا الظرف؟ أولا هذه الآلية حتى الآن لم تفعل، يعني كل من يقول أن هذه الآلية قد تم تفعيلها هذا خاطئ 100%، ليس صحيح. هذه الآلية حتى الآن لم تفعل، وذلك لأنه الولايات المتحدة الأمريكية لا ترضى بتفعيلها، لا توافق على تفعيلها، لأنها ترى أنها سوف ترفع جزء من الآلام عن الشعب الإيراني. أعتقد أنه هذا الكلام غير صحيح. يعني في اليوم الأول الذي أعلن فيه السفير السويسري أن الولايات المتحدة، قبل أسبوع هذا الكلام، قبل أسبوع قال أنه سوف يتم تفعيل آلية أنستيك ومد إيران بما تريده من الدواء والغذاء. رحب محافظ البنك المركزي الإيراني بذلك، قال أهلا وسهلا بهذه الخطوة، ولكن نحن نحكم على الخطوات العملية. ليست هناك أي خطوة عملية في هذا الإطار، وإنما مجرد كلام، مجرد دعاية. ترامب يعلن ذلك من أجل أن يرفع العتب عن نفسه، من أجل أن يقول للعالم أنا إنسان أدافع عن الإنسانية وعن هذه القضية. ليس إلا وليس هناك أي خطوة عملية على الواقع في تفعيل قضية، في تفعيل آلية أنستيكس وقضية مد إيران بالدواء
والغذاء. إن كنتم لا تصدقون ذلك راجعوا التقارير، راجعوا الأخبار، انظروا ماذا قال السفير، ماذا تقول سويسرا بما أنها ترعى المصالح الأمريكية في إيران وترعى المصالح الإيرانية في أمريكا. انظر هل أنهم قاموا بتفعيل هذه الآلية أم لم يقوموا. لو كان بالفعل قد فعلوا هذه الإيراني الآلية لكانت إيران في الحقيقة والواقع قد خفف عنها العناء، لما أعلنت أنها يجب أن ترفع العقوبات عنها. بالتأكيد أنه لم تفعل هذه الآلية، وهذه القضية ليست صحيحة. طيب. وترامب يستخدمها من أجل رفع العتب عن نفسه وإظهار أنه إنسان يدافع عن الإنسانية وعن معاناة الإيرانيين. كان لافتا أستاذ عماد عبد الهادي أنه أمس كانت هناك دعوة صينية ودعوة روسية، وزارتا الخارجية في الصين وروسيا اتفقتا على نفس التصريح تقريبا. الخارجية الروسية قالت أنها دعت الولايات المتحدة إلى رفع عقوباتها عن إيران، وأكدت أن زمن الوباء العالمي ليس مناسبا لتصفية الحسابات الجيوسياسية، وخاصة أنها كما قالت لا أساس لها بل مفتعلة من قبل واشنطن بهدف تلبية طموحاتها. نفس الشيء تقريبا قالته الخارجية الصينية، ودعت إلى رفع العقوبات عن إيران في ظل هذه الظروف. إلى أي مدى يمكن أن تستجيب واشنطن إلى هذه المطالب ولو من باب إنساني أستاذ عماد عبد الهادي؟ أعتقد أنت أجبت على هذا السؤال في مقدمة البرنامج، ولكن فقط أريد أن أشير إلى نقطتين هامتين فيما يتعلق بآلية NS6. آلية NS6 بالفعل حدثت اجتماعات بين الطرفين الإيراني والأوروبي، وكانت هناك مبادرات على أقل من 7 دول أوروبية أصرت على مخالفة التعليمات الأمريكية والحظر وأنها تقدم لإيران معونات حتى خارج آلية NS6. فيما يتعلق بNS6، إيران هي التي رفضت وقالت أن هذا لا يكفي، هذه المعلومات التي لدي لا يكفي، نريد رفعا لكل تفعيل هذه الآلية مع كافة الدول الأوروبية. هذه نقطة أخرى. النقطة الثالثة، ترامب ليس معروفا عنه أنه يبحث عن صورته أن يكون إنسانا أو لا، هو يعمل لمصلحة الشعب الأمريكي الأول، ومن ثم فحين يدعو إيران إلى قبول المساعدات ليس لي رفع العتب عن نفسه، وإنما هو في الحقيقة، وهذه مسألة ثابتة أيضا مرارا وتكرارا، دعا إيران إلى طاولة المفاوضات وإعادة فتح الملف وقال أشياء كثيرة جدا إيجابية قوبلت كلها بالرفع بلا استثناء، ولا حتى لقاء مع روحاني ولا حتى لقاء مع أي مسؤول إيراني، كل هذا قوبل من إيران بالرفع. إذن هناك نوع من الثبات. طيب لكن هذا شيء وذلك شيء آخر يا أستاذ عماد عبد الهادي، أن يكون هناك خلاف سياسي، خلاف نووي، هذا أمر ما. أما أن يكون الحصار لمنع شعب كامل من العلاج ومن الدواء ومحاربته بهذا الفيروس وتركه أما في مواجهة هذا الفيروس القاتل فهذا شيء آخر، هذا من باب إنساني لا يرضاه أحد، حتى وإن كان هذا الشخص عدوك، فإذا كان مريضا فأنت سوف تمد له يد المساعدة بالنهاية. هذا صحيح وأتفق معك تماما، ولذلك كان يعتقد أن بوسع إيران أن تتجاوز المواقف السياسية. لنفترض أو نحاول أن نتفهم أن الموقف السياسي في الولايات المتحدة أكثر تعقيدا في عام انتخابات، بحيث لا يمكن تغيير سياسة بعينها حيال قضية هامة بهذه السرعة، ولكن على الطرفين أن ينحي جانبا مسألة السياسة ويطرق أبوابا أخرى، من ضمن هذه الأبواب تقديم المساعدات الإنسانية بصرف النظر عن حجم المساعدات التي تحتاج أو بصرف النظر عن العقوبات. يمكن لإيران أن تقدم قائمة بالأشياء التي تطلبها إلى الولايات المتحدة، ها هي واشنطن، نحن نريد كل هذا بصرف النظر إذا كان ضمن العقوبات أو لا، ولنرى موقف واشنطن حين ذلك إذا كان مجرد استعراض من قبل ترامب أو لا. يعني هل يمكن الأمر أن يكون على هذا النحو أستاذ صالح القزويني، أن تقدم إيران ورقة مطالب لواشنطن؟ يعني هذا مستحيل أخي الكريم. لا أدري أن ضيفك يعلم بشخص اسمه برايان هوك.
هذا الشخص مسؤول الملف الإيراني في وزارة الخارجية الأمريكية. هذا يتابع كل شاردة وواردة وكل ما يتعلق بالعقوبات على إيران. مجرد أن تكون هناك شركة، مجرد أن تكون هناك دولة تريد أن تخرق الحظر على إيران، تريد أن تساعد إيران، ترى أن هذا الشخص يكون في تلك الدولة في اليوم الثاني. ترى أنه يجوب في هذه الدول، في قطر، في السعودية، في الإمارات، في تركيا، في الدول المحيطة بإيران، ويبحث عن كل التفاصيل، يبحث كيف أن إيران تريد أن تتغلب على الحصار، تريد أن تخرق الحصار. وهذا هو السؤال. الدول ويوجه إليها التحذيرات ويوجه. هذا هو السؤال يا أستاذ صالح القزويني. سؤالنا في تويتر اليوم، هل تستغل واشنطن كورونا لزيادة الضغط على طهران؟ وقد أقلب لك السؤال بصيغة أخرى ولك حرية الإجابة، هل تستغل إيران كورونا لرفع العقوبات الأمريكية عنها؟ لا بالتأكيد. إيران في الحقيقة والواقع أولا تقوم بمهام الحكومة الإيرانية، تقوم بمسؤوليتها على أتم وجه، يعني هي تبذل ما في وسعها من أجل حماية شعبها، وبالتأكيد أن هذه القضية قضية إنسانية. إيران تطالب كل العالم بأن أن 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 يمد يد العون لإيران، بغض النظر عن أن تكون هنا أن تكون القضية قضية العقوبات أو غير عقوبات. في الحقيقة والواقع كل الاتصالات التي أجراها طريف مع الوزراء، مع نظراء الوزراء، مع المسؤولين، كانت تدور في هذا الأطار. ولكن طريف يريد أن يركز على هذه القضية، يقول أنه لولا العقوبات الأمريكية، لولا الحظر الأمريكي، لما كانت إيران قد وصلت إلى هذه النتيجة. شكرا. يريد أن يوصل رسالة للعالم كله أن هذه أن الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي فيما تعاني منه الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكما. إلى نتيجة التصويت. في نتيجة